مرحبا، عندي صبي اسمه جيوفاني، عمره 10 سنين، واجه كتير تحديات صحية تقريبا على عمر السنة ونص، اللي أدت لكتير مشاكل منها شورت ميموري، صعوبة بالنطق. بصراحة كانت كتير صعبة علي بالأول، بس جربت قوي حالي وأصريت لواجه التحديات بهيدا المجتمع، لأنه أنا وجيوفاني سوا منكون أقوى. ومن أكتر المشاكل اللي بتواجه الأهل اللي عندهم ولد ذوي احتياجات خاصة هي التنمر الغير مباشر، اللي بعدهم لحد هلأ ما بيتقبلوا هيدي الفكرة بمجتمعنا. ليه؟ لكتير أسباب، منها قلة الثقافة وقلة الانفتاح وحتى قلة حب الذات، وزيادة إنه البيئة بمجتمعنا بعدها بتفتقد لتقبل الآخر. واللي أنا واجهتها من مضايقات وانتقادات خلتني كتير من الأوقات يا انسحب يا ما شارك بأي نشاط. ومن أكتر هالعبارات اللي كانت تزعجني وتضايقني، ليه ابنك هيك؟ ليه بيحكي هيك؟ الله يساعدك على هالمصيبة، كيف قادرة تضايني وتتحملي؟ أول مرة سمعت هيك عبارات بصراحة سودت الدنيا، وقف فيي الزمن. يمكن هن من دون قصد أو ما بيعرفوا شو يحكوا وبينتقدوا بطريقة بتجرح وبتضايق، ويمكن أنتوا ما بتعرفوا شو تقولولنا لأنه مش قاطع عليكم ببيوتكم هيك تجارب. أنا بفهمكم، وحلو كتير نحنا كأهل عم نواجه هيك تحديات، أنتوا لما تجوا لعنا تشجعونا وتنقوا الكلمات بتأني، وإذا شي مرة قلتولنا ملاحظة تنتبهوا وترجعوا تسألونا أنا ضايقتك شي بملاحظتي؟ قلت شي زعجك؟ هلأ نحن عم نشتغل على حالنا، بس حلو كتير كتير ومهم أنتوا لما تجوا وتساندونا. أنا هون اشتغلت على ثقافتي واكتشفت أنه كل شخص فريد بنقاط ضعفه ونقاط قوته، ومثل ما أنا بحب حالي كيف ما كنت، أكيد أكيد بحب ابني مثل ما هو، خاصة أنه هو شخصية حقيقية ما بيتخبى بالمظاهر، وأنا أكيد رح ضل ساعده وسانده. وآخر شيء نصيحة لكل شخص، يا ريت نتعلم كيف نحكي أو نتعلم نفكر قبل ما نحكي، وكيف نتصرف مع الأميات اللي عندهم ولد عنده حالة خاصة. ومني نصيحة لكل أهل، حبوا أولادكم مثل ما هن وشو ما كانت شخصيتهم، لأنه فيهم انتو بتقووا.